التفكير بالنسبة للحوثيين وصالح بحسم المعركة في تعز أمر من الجنون، فقادة الجماعة لا يدركون أنهم لم يفعلوا شيئا سوى إرسال المزيد من أتباعهم إلى المحرقة. هذه ليست أحكام يجري التعامل معها خارج الأحداث، ولكلا من يضعف من رصيد الجمهور، إنها ببساطة أرقام يصدرها الجيش الوطني وبشكل منتظم عن قتل الجماعة الإنقلابية في تعز الذين فشلوا في إحراز أي تقدم غير قصف الأحياء وزراعة الألغام وقتل المزيد من المدنيين، آخرها استشهاد مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء القصف وانفجار الألغام. وبينما يتحدث بيان الجيش الأخير عن مقتل 11 عنصرا من الميليشيا وجرح العشرات في مواجهات الساعات الماضية، يؤكد البيان أن المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا دارت في الجبهة الشرقية والغربية وتركزت بالقرب من القصر الرئاسي وحي الكندي شرق المدينة، كما نفذت الميليشيا هجوما ضد مواقع الجيش في الجبهة الغربية على تبة الخلوة والتبة السوداء بالربيعي. انتهى الهجوم المصحوب بقصف مدفعي بالفشل إذن، بينما أسفر القتال عن مقتل جندي وإصابة آخرين من أفراد الجيش والمقاومة. في مسلسل الحرب في تعز يسيء الحوثيون وصالح تذكر المعركة القريبة التي تساقطت عناصرهم فيها بشكل متسارع، لذلك يواصلون مغامراتهم بخوض المعارك في المحافظة بالمزيد من الحشد والتخبط، وهو ما لم ينجح في جبهة لطالما استمر القتال فيها منذ سنتين وفشلت الميليشيا في إحراز أي تقدم يمكن الحديث معه عن السيطرة وإرساء مشروع الانقلاب.